مساء الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بأمسية جديدة من أمسيات مساءات رمضانية. من لكم كل يوم رمضان كريم، إن شاء الله صومكم مبارك دائما، وبسعدنا كل يوم نلتقي معكم مع ضيوف جدد لنكون بأمسية رمضانية نحكي فيها، نتأمل بأحلى الأمنيات بوجودكم وبحضوركم. وبسعدني رحب ببداية هذا اللقاء بالموسيقى اللي هي غذاء روحنا اللي راح ترافقنا بأمسية اليوم، الفنان أحمد الشيخ على الأورج. يسعد مساك أستاذ أحمد، وعازفنا الكبير عمار بوريش على آلة الكمان. يسعد مساكم على دائما منتقي مشاهدينا على الكلمة الطيبة، على اللحن الجميل، ومع ضيوفنا اللي منحبهم واللي رح نعرفكم على حضورهم وجودهم معنا بعد ما نشوف أغنية البداية. مساء الخير. سعد مساكم مشاهدينا، نحن مثل ما عودناكم بأمسياتنا الرمضانية نكون مع ضيوف من وجوه المجتمع والحياة بمدينة اللاذقية من كل المجالات الفنية والإبداعية الاجتماعية، والوجوه اللي نحن على احتكاك دائم معها، وجوه بتعرفوها بتحبوها. اليوم ضيفنا أكيد بتصور أنه كل اللاذقية بتعرفه، هو ما له نجم من نجوم الرياضة أو الفن، هو نجم بعمله بعطائه. ضيفنا اليوم نحن كل يوم نتطرق لنحكي عن المجال اللي هو بيشتغل فيه، وممكن كل يوم
نحن نشكره بالخير إن شاء الله دائما. اليوم إطلالته معنا ما إلى علاقة بالعمل بقدر ما هي إطلالة لوجه عم بيقدم خدمات بقطاعه اللي عم يشتغل فيه وعم بيحقق الحقيقة محبة وثقة الناس. لذلك نحن بيسعدنا أن يكون معنا اليوم بعيدا عن هموم العمل لكن لنحكي عن طقوس رمضان، عن المحبة اللي بتسود بين الناس. واسمحوا لي ومعكم نرحب بالمهندس صديق مطرجي عمدة المدينة رئيس مجلس مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ صديق. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله كل عام وأنت بخير، رمضان كريم، وطننا وشعبنا وكل وجهنا بخير. أهلا وسهلا، تفضل أستاذ. أهلا. الشباب يشتغلوا في ناس رأسا يا رئيس البلدية. طبعا الأستاذ صديق مطرجي مشاهدينا بتعرفوه حاليا من خلال انه هو حضرته رئيس مجلس مدينة اللاذقية، لكن انا هيك رح اقرا سي في سريع عن المهندس صديق مطرجي الحاصل على بكالوريوس بالهندسة المدنية عام 1981 من جامعة تشرين. شغل عديد من المواقع بالعمل، منها مدير مشاريع الجسور في المنطقة الساحلية، وايضا مدير عام بمنوع 20 سنة هو بمؤسسة الإسكان، وقام بتنفيذ مشاريع كثيرة منها السدود والري والأنفاق، الضواحي السكنية، مشفى تشرين والمدينة الرياضية اللي نحن فيها اليوم بمبنى المركز الإذاعي والتلفزيوني. على مدى 7 أعوام شغل الأستاذ مطرجي مدير الفرع 2 للإسكان، عين على دورتين رئيس لمجلس المدينة من عام 2008 وحتى اليوم وهو رئيس لمجلس مدينة اللاذقية، عضو المؤتمر العام للمهندسين السوريين على مدى 3 دورات، حاصل على بطل إنتاج مؤسسة الإسكان على مستوى القطر، متزوج، لديه 4 أولاد، صبي و3 بنات. ونحن اليوم بيسعدنا نلتقي مع المهندس صديق مطرجي لنشوف الجانب الاجتماعي من حياته، وخاصة بشهر رمضان وهي الخصوصية اللي نحن منعيشها بمديرتنا اللاذقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ صديق، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير جميعا، إن شاء الله برمضان كريم على الجميع بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا أستاذ صديق. يعني بس يجي شهر رمضان في حالة من المشاعر بتنتابنا بين الماضي بين الذكريات، في شيء وجداني منعيشه، احنا اليوم بنحاول نعيده ونكرسه بكثير من الطقوس بنكررها، لكن ما بعرف ليش له هاي الخصوصيه هيك بقلوبنا من الناحيه الوجدانيه وناحيه المشاعر، غير طبعا هو كفريضه كاداء لفريضه روحانيه دينيه. يعني بالنسبه لي رمضان انا بشبهه يعني مثل الضيف او الزائر، يعني كل سنه بيجي بهالوقت هذا مثل ضيف كريم وعزيز. اكيد موضوع البهجة والفرحة اللي تفضلتي فيها أنا بتوقع هي فطرية بعاداتنا وبتقاليدنا. نحن كشعب محب للضيف ومحب للمحبة وللعطاء وللتسامح فالمواصفات الموجودة برمضان اللي هي المحبة والرحمة والتواد والتواصل والشعور بالشريحة الكبيرة من الناس، ويعني هذا الضيف يتلائم مواصفاته مع مواصفاتنا مع قيمنا. فبالتالي يعني كيف بينسر وقت بيجي للإنسان اللي عنده ضيف يعني ضيف عزيزة له وأكيد بحب يستقبله بأفضل ما عنده بإمكانياته يعني بالبهجة بالسرور بالمحبة اللي طالع نابعة من القلب، أكيد واجهة للقلب. كذلك رمضان يعني منحسه لأنه توائم المواصفات فيه مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. نعم. انا هيك يعني هيك لو رجعنا للذاكره هيك لما كنت طفل، يعني امتى هيك بديت توعي للصيام، تعلمت الصيام، نعرف انه اطفالنا هيك بتدرجوا شوي كيف هيك يعني نحن موضوع رمضان مثل ما تفضلتي فعلا يمكن القديمين كانوا يحسوا هسه بي لانه كانت الناس هسه ما فيها مشغوله بمشاغل وتعب الحياه وكثر الضغط والهموم اللي كتير موجودة بهالأيام هذه. يعني كانت هي الصيام كانت قبل ما تكون شغلة دينية كانت عادات نحسها يعني فطرية نعيشها مع أهالينا، نتيجة أنه إن إحنا بنتذكر كنا صغار كانوا أهالينا مثلا يقولوا صوموا للظهر
كانوا يسموها درجات المادنة، درجات المادنة باللهجة العامية اللادنية، يعني صمت درجات المادنة، صمنا درجات المادنة نوع من الأهالي مشان ما يقصوا أولادهم يعودوهم شوي شوي بالتدريج. يعني هيدي كانت هي تعليم وتدريب طبعاً للنفس، وأكيد أنت هذا الشيء نقلته كمان لأبنائك. تماماً تماماً. فهو الفكرة أنه هذه يعني هذه الفريضة وهذه العادة الحميدة خلينا نسميها، طبعاً عندما تطبق بالشكل الصحيح وليس يعني يعني نحن مفهوم الصيام يعني هو مفهوم أحياناً يختلط على الناس، بيفكروا الناس أنه الصيام فقط هو امتناع عن الطعام. لا طبعا الصيام اذا ما ترافق بعمل جيد وبمساعده للفقراء وبشعور بناس كثير محرومين من الطعام وبعدم البزغ وبعدم الضرر وبالمساعدة، هذه المعاني البعيده يعني صحيح. يجب ان تترافق هذه المعاني مع الحركات اللي تقام او الامتناع عن الطعام. استاذ صديق، اللاذقيه ورمضان شو الخصوصيه هيك اللي بتلف هيك مدينه اللاذقيه؟ يعني نحن اللاذقيه طبعا يعني ما لأني نحن أولاد المدينة أو أبناءها أو أنا رئيس مجلس مدينة، فعلا مدينة تتميز بخصوصيات كتير وبمواقع كتير وبحكاية كثيرة عنها. يعني اللاذقية مثلا بنحس برمضان كان دائما يقولوا ضربوا الطوب المقصود فيه كان يضرب، كان هلا حاليا نحن فوج الإطفاء تابع لمجلس مدينة هو بيقوم بعملية المدفع أو الإفطار أو الطوب بسموه. في جهة بالقلعة وفي جهة بالجامع المغربي نفسه في منطقة، من زمان أنا بتذكر والدي الله يرحمه كان يقول من حوالي يمكن من زمان جدا يعني وأنا كنت صغير نطلع على المحل، محل ما بيضربوا الطلقات هيدي المدفعية، كانت تعطي أصوات، هي طريقة بدائية بس تحافظ عليها لتضل تراث أو تقليد عادي حلو يعني. هو تقليد جميل. وكان يعني برمضان الشغلات الحلوة اللي منحسها بعاداتنا يعني كانت في المدينة هو التنوع، يعني تنوع المائدة وتبادل ما بين الجيران، ما بين يعني طبعا هذه العادات كانت قديما اكثر بكثير من هلا دائما يعني هيك انه في صحي سكب. انا كمان حتى ما انسى ضيفك، تفضل، هو التمر. شكرا. من ضيافاتنا الظريفه. وهلا الشباب راح نضيفكم، بس كمان نسمع منكم موسيقى بعد ما نقول استاذ انه نحن اجرينا عنا فقره اسمها يوميات رمضانيه، رح ناخذها او حبينا ناخذها من البلديه القديمه طالما عم نحكي على اللاذقيه ايام زمان، وللبلديه القديمه هيك وقع خاص، موقع صحيح. خاص بقلوبنا. صحيح. اجرينا هناك لقاءات وانتم كمشروع، نحن الا ما رح نحكي بالشغل بس رممتوها وقعدتوا لهيك شيء من ألقى. البلديه القديمه كانت هيك الى تراثها، الى واقعها، الى حركتها. كانت البلديه القديمه هي تتوسط السوق التجاري بالمدينه، السوق القديم حتى، وفيها ساحة البلدية. وهذه الساحة اللي نحن عدنا ترميمها هي كانت كراج، هو انطلاق للباصات. صحيح. صحيح. يعني تصوري هذه الساحة كانت قديما هي انطلاق لكل كان يسموها البوستات، صغيرة جدا لا تتسع لي يعني كذا يعني عدد صغير من السيارات. وميزت المدينة القديمة انه تتفرع عنا ازقة وشوارع ضيقة وبتطل على شارع الذهب، وفي على تتفرع على شارع القوتلي وعلى شارع هنانو وعلى شارع البازار. وفي كمان ميزة انه بتتفرع منا في الكنائس وفي عدة مناطق وخانات بتنطلق منا لأول. ونحن بنقول الماء له قديم ماء له جديد، يعني هي صارت اليوم يعني أثر جميل طبعاً. ورممتوها حضرتكم هيك من وحي هذا الحكي أساتذة عمار وأحمد. رح نسمع موسيقى لبعدين نشوف مادة يوميات رمضانية من ساحة البلدية القديمة ونرجع بالذاكرة والناس شو بتحكي عنا. بس بنسمع موسيقى أول أستاذ.
جاء رجل إلى فقيه فقال: أفطرت يوما في رمضان. فقال له الفقيه: اقضي يوما مكانه. قال: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا مأمونية فسبقتني يدي إليها فأكلت منها. قال الفقيه: اقضي يوما مكانه. قال الرجل: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة فسبقتني يدي إليها. فقال الفقيه: أرى ألا تصوم بعد ذلك إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. يروى أن صائما دخل قرية في رمضان فرأى كل من فيها يأكلون نهارا، استغرب الأمر وقال لهم: أما عندكم رمضان؟ قالوا: بلى، ولكن شيخنا يصوم عنا. فذهب إلى دار الشيخ مستغربا، ودخل وكان الوقت نهارا، فرأى أمام الشيخ سفرة طولها كذا ذراعا، وعليها ما لذ وطاب من المأكل، والشيخ يلوك الطعام. فقال: شيخي، علمت أنك تصوم عن أهل البلد. فرد الشيخ قائلا: يا جاهل، من يصوم عن أهل بلد؟ ألا يتسحر مرة كل نصف ساعة؟ فيك كمان مرة تانية أستاذ صديق، وحابة هيك أسأل عن جو العائلة حضرتك بعائلتك مع المشاغل الكتيرة برمضان، هيك كيف بتحاول فعلا تعزز هاي القيم مع أسرتك؟ يعني يمكن قد ما انشغلت بنهار بس حريص أنك بالأخير تفطر مع بعض، يعني مع أنه بجوز في دعوات في شغل. صحيح، يعني هو أكيد رمضان هو الشهر الوحيد اللي فيه بيكون اللي موعد ثابت وإجباري وفعلا منظم، لأنه هذا موعد بتعرفي يعني ما في لا يتقدم يعني أو يتأخر بالنسبة للموضوع هذا. فطبعا بيكون كله يعني مع العائلة يعني ضمن البيت، وهو ما في أحلى من يعني جو البيت وجو الأسرة وجمعة الأسرة. بالإضافة أحيانا بتعرفي العادات برمضان، يعني الأهل الأقارب الزيارات العدلاء بيت أخته لبيت الأخ، يعني بيصير كل أحيانا فترة هو برمضان بتصير هي القضية. بيصير عزايم يعني عند بعضنا مثلا، اليوم الفلاني الكل عند فلان، اليوم حلوة نوع من شان تصير لمة أسرة وجمعة يعني بالنسبة لها، وهي هاي الوجه الاجتماعي الحلو، وهذا كتير حلو يعني برمضان هالموضوع هذا. أنا بعرف الست خالد طبخاتها طيبين. إيه والله طبخاتها طيبين، مشان هيك عم نسمع شوي. تطلب من برمضان تطلب شيء أكلات معينة ولا خلاص؟ والله يعني هو يوميا في بتعرفي طبخ، بس في ثوابت يعني مثل موضوع مثلا الفتوش، الشوربة، الشغلات المقبلات اللي بتنحط هيدي مع الأكل،
وطبخات كل الطبخ هو بالبيت. هي هاي ميزة المائدة الرمضانية. يعني الطبخ طبخ البيت أكيد بيكون مميز يعني. واحد بيكون اتعود عليه أطيب شيء والله. ما في أطيب منه الطبخ مع جماعة يعني العائلة. الله يديمكم لبعض ويديم هالجماعات الحلوة. آمين يا رب. اللي العائلة السورية يعني هي تمام. هي خلية وهي فعلا يعني جمعة بوقت الإفطار بالعائلة والتواجد لحاله بحد ذاته فعلا بتحسي إنه في محبة وفي رحمة وفي نوع من البركة لأنه مجموعة الناس هيك بهالوقت هذا مع بعضها وكل الناس بنفس الوقت يعني كمان هذه ميزة بتحس العالم كله عم تتشارك من هون يعني خصوصية هذا الشهر الفضيل يعني. شهر رمضان أستاذ صديق يعني حضرتك أكيد سافرت كتير شفت بجوز طقوس عادات بغير بلدان يعني كيف شفت العادات الرمضانية ببلدان العالم ويعني خصوصيتها هون عنا نحن بمدينتنا كوننا كمان نحن مدينة بحرية. نعم يعني نحن بالنسبة لنا يعني كمان حتى ما ينقال كل واحد بيشد الحافلة لطرف أو شيء سد عادات اللي موجودة دائما يعني عنا بالمناطق الشرقية بسوريا بالذات لأنه سوريا بتختصر كل الحضارات عندها بالتاريخ بالقدم بالقيم بالأخلاق بالمحبة يعني بكل شيء. نحن صاحب أزمة الأزمة هي ما نحن أصحابها يعني بس بالآخر القيم والثوابت اللي موجودة عنا والتقاليد والعراقة بالقدم كمدن نحن كدمشق أقدم مدينة وعاصمة في التاريخ كحضارة بمدينة اللاذقية والأوابد التاريخية وأوغريت ويعني هالثوابت هيدي كلها بتتحلى أو بتترجم بتشوفيها بالعادات فيها الأصالة اللي موجودة صحيح. فيها وهذا الشيء اللي طبعا وبالتأكيد بدول تانية عندهم كل جو وكل مجتمع يعني نحن رحنا عمدهم مثلا مثل المغرب مثل بعض دول الخليج بعض ما كان بس بوقتها برمضان يعني حتى نكون بس أكيد كله رمضان بالعالم كله يعني في واحد في خصوصيات وعادات نعم. سواء بالطعام أو بجمع الموائد أو بالعزائم أو بتواجد طيب خلينا مع بعض نشوف ونتعرف على تقاليد دولة إسلامية عربية أو يعني دولة عالمية شوف هيك نتعرف على أهم الملامح والعادات والتقاليد بهذه الدولة منروح مع بعض مع زميلتنا عائشة عبيد ومنرجع. هو النموذج الأمثل للمدينة العربية الإسلامية بكل ما تحمله من مواريث شعبية وعادات وتقاليد. لقد ظل اليمنيون يذيبون حداثة العصر بقالب تراثهم الشعبي التاريخي ليحافظوا على هويتهم الحضارية. فالعمارات الباثقة والشوارع الكبيرة وكل هذا وذاك لم يمنع الفرد اليمني في رمضان من حمل كيس إفطاره الصغير والتوجه به إلى المسجد قبل آذان المغرب. وفي اليمن ينتظر المسلمون وقت الإعلان عن رؤية الهلال بلهفة تدفع البعض منهم إلى البقاء في المسجد عقب صلاة المغرب حتى يعود إلى أسرته بخبر دخول شهر رمضان. وترتسم البسمة على شفاه الأطفال الذين يرتدون زيا خاصا ويطوفون في الشوارع معبرين عن فرحتهم بقدوم شهر الصيام. وتنظف البيوت والمساجد وتتسابق النساء في إعداد الأكلات اليمنية ومنها الشفوت والشوربة والكبسة والسوسي التي تعد من أفضل الوجبات لديهم. وتشتهر اليمن بحلويات الكنافة والعوامة والبقلوة وتتناول الأسر اليمنية الأطعمة على الأرض. أما عن الشوارع والأسواق في نهار رمضان تكون شبه خالية حيث تعج المحلات والأسواق ليلا ويتسابق الأطفال للصيام لأن الأسرة اليمنية تشجع أطفالها على الصيام. وعقب أداء صلاة التراويح ينتشر اليمنيون في الأسواق لشراء حاجياتهم كما يفضلون قضاء باقي الوقت في العبادة. ولا يخلو السحور من مدفع رمضان والمسحرات الذي ينادي قائلا يا صائم
قوم تسحر واعبد الدائم. وتعد ليلة 27 هي الأكثر إحياء بين ليالي رمضان، حيث يقبل العابدون على الصلاة والتسبيح، وما إن يشرف رمضان على الانتهاء حتى يرتسم الحزن على الوجوه لرحيل شهر الرحمة والمغفرة، لكن هذا الحزن تمحوه فرحة استقبال عيد الفطر المبارك، ويضع الشبان الكحل في عيونهم ويتبادل الزيارات والهدايا فيما بينهم تعميقا لأواصر القربى والمحبة والتراحم. الله يسلموا عمار وأحمد. أستاذ صديق، يعني حضرتك كرئيس بلدية، وهلأ نحن من شوي حكينا قد إيه اشتغلت بمواقع كتير فيها شغل وتعب وجدية، بس يعني حدا بيفكر أنه أنتم كأنكم ما عاد لكم علاقة مثلا بالفن بالأمور، مع أنه أنتم بترعوا أيضا فعاليات فنية، بس يعني ما بعرف قد إيه أخذك الشغل مثلا من هاي التفاصيل الفنية من الحياة الاجتماعية. والله هو الحقيقة كتير، يعني هذا موضوع الشغل، الدوام الطويل والاتصالات الكتيرة والاجتماعات، لأنه ظروف يعني اللي بيشتغل بمجال خدمي يعني كتير، يعني بده يضحي أكيد، بده يضحي يعني بمعظم وقته على حساب بيته، على حساب عائلته، على حساب، لأنه كتير عنا بالنسبة لموضوع المجال الخدمي مفتوح، يعني ما بيسكر أبدا، وقد ما قدمتي خدمات يعني ومدينة وفي توسع وفي ضغوطات وفي طلبات. طيب أحيانا أكثر قبل يعني أيام هيك الشباب، أو حتى شو كانت هواياتك، شو كنت تمارس هوايات؟ والله كنا نحن أكثر شيء بالنسبة إلي كنت بموضوع السباحة والدراجة، يعني حتى تماما يعني. حتى كنا أخذين مرة بطولة مدارس سورية بسباحة وبالدراجة، بس هلا طبعا اذا بدنا نشترك بجوز نطلع الاخر يعني. لا في كل بركه، هلا اسبح على اللياقه العامه. يعني فن، موسيقى، غناء، ولا مره لا بس بنبسط يعني انا عندي يعني سميع مثلا، خاصه بالنسبه لي هيك الاغاني القديمه للتراث، اغاني يعني اللي ايام زمان تعيد، يعني مثلا اغاني عبد الحليم، اغاني كارم محمود، اغاني ام كلثوم، يعني عندي هيك محبه لفيروز وديع الصافي، يعني كثير في تراث بتحسي فيهم، يعني في موسيقى، في كلمه، في هذا الشيء اللي في مجموعه متكامله يعني صح. من طالع فن متكامل كله يعني نعم. سواء كمان مع بعض يعني بدنا نحكي على اجواء السهرات الرمضانيه نعم. يعني سواء ايام زمان ولا هلا، يعني بجوز كمان هيك ايام زمان مع الاهل مع البساطه كان إلى نكهة، وبجوز هلأ اختلفت السهرات. هو اختلف يعني نتيجة الازدحام والكتر والضغط والانشغال، حتى للناس حتى يعني حتى بالمنازل أحيانا الضغط، الطلاب عم يدرسوا صح. في ظروف يعني بجوز صعبة كمان، ما تصير بتصير مناسبات كتير يعني أحيانا، مثلا خاصة نحن بالنسبة لنا كتير بنحب نرعي
المناسبات الرمضانية اللي بترعيها الجمعيات، يعني أكيد. مثلا جمعيات المقعدين، المعوقين، التوحد، جمعيات البر الخيرية، دائما بنحب نشارك لأنه تواجدنا معهم يعني منحس انه نوع شو فينا ندعم شوي، شو فينا نشارك، مؤازرة دائما مؤازرة، وهذا كمان من ضمن رمضان، يعني خلينا نقول مؤازرة القيام هيدي ومساعدة الناس اللي في عندهم بعض مثلا الإعاقات او الامور الاجتماعية او الامور الخاصة. نحن بنعدها هذه الترجمة فعلية، وهو جزء من عملكم وفعلا وقت بتدخلي يعني سعادة او سرور او مساعدة ل هيك جهات وهيك محلات او للناس، بتحسي انك عم تقومي ب يعني بعمل فعلا في راحه نفسيه وفي خلق وفي أكيد رحمه وتود. اكيد، وهذا مثل ما قلت حضرتك يعني جزء من يعني الرساله الرمضانيه الاجتماعيه والعمل الخيري. وكنت سالتك انه قد ايه كانت بسيطه سهرات ايام زمان، لان ما كان في تلفزيون، كانت تقوم العائله مع بعضها تجتمع، يقوموا بعض الناس يحكوا نكات، يعملوا هيك حركات، يمزحوا، يصير نحن مثل ما بيقولوا بينقروا على بعض، بيصير عندك شيء هيك طرفة يا زب من ذاكرتك؟ لأن هلأ نحن كمان بدنا نشوف، ما بعرف إذا بتتذكر شيء من الطرف والنوادر أستاذ، نحن قد ما يعني مرق بتاريخنا مثلا وبالأدب العربي تحديدا أدب خاص بالصيام وبنوادر مثلا اللي ما كانوا يقدروا يصوموا، بعض البخلاء كونه متعلق بالأكل أو الفضوليين أو اللي بيحبوا الأكل كتير. فشو رأيك هلا نشوف، تذكرت شيء صار معك شيء هيك شيء طرفة إلى علاقة برمضان؟ أو شو رأيك هلا بنشوف نحن هيك شوية طرائف رمضانية من تراثنا وتاريخ الأدب العربي وبنرجع لحديثنا. رمضان ولادية، شو بيعنوا لك لما بتسمع هالكلمتين مع بعض؟ والله يعني هي بتذكر أيام الطفولة أكثر، يعني كنا كان حياة أبسط، بتذكر قرص المعمول، بتذكر ستنا ساعة تقعد تخبز لنا الخبزات، يعني كانت حياة أبسط وأحلى. أول كام يوم حركة مثلا جمود بالنسبة لساحة البلدية، طبعا الناس بيكون الأهالي ملتهين بيقولوا مشترات الخضرة والفواكه وإلى ما هنالك على طول، يعني بالنسبة بعد الظهر بعد الإفطار طبعا بصير حركة إجر منيحة وبتلاقي مشاوير وسيرانات، نطلع على الكورنيش من كزده ونروح زيارات مع الأهالي، وهذا جونا إحنا، جو رمضان وخوة وبيلتقى الأهل كلياتهم على سفرة واحدة. ما في مثله، صلاته وصيامه وضيوفه وخلقه وعالمه، والله ما في مثله. شهر رمضان المبارك بتستقبله مدينة اللاذقية بكل رحابة صدر وفرح، وشهر خير ويمن وبركات للجميع، والكل بيكونوا سعيدين جدا 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 بخدوم الشهر المبارك، والمجتمع بيكون على قلب واحد وبالتعارف وبنعزم بعض بالفطور وبكل الأوقات. شهر المحبة والتعارف والود وصلة الأرحام، بتكفي صلة الأرحام، يعني الكل والناس لبعضها بتجتمع على مائدة واحدة وبالخير وبالبركات واليمن. شهر رمضان شهر الخير، ومثل أي محافظة بتعيشوا اللاذقية بطقوس كاملة، بيقعدوا بيجتمعوا الهيدي بيلاقوا له بيحضروا له تحضيرات معينة رمضان، بيحضروا أشياء، وإن شاء الله يعمل خير على كل بلدنا وعلى كل سوريا، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل سوريا إن شاء الله. اللاذقية مثل أي مدينة هون بسوريا كلياتها، يعني رمضان يعني اللمة، يعني العيلة، يعني نجتمع مع بعضنا على سفرة واحدة، يعني هالطقوس الحلوة بتلاقي الناس كلها تجتمعت مع بعضها على اللقمة الطيبة يعني هالمفاهيم القديمة اللي ربينا عليها اللي بنشوفها بمسلسلاتنا القديمة دائما، يعني هي سوريا بتشوفيها بتظهر وتتبلور يمكن برمضان أكثر من أيام تانية. بيكون تعاون بين كل الناس، بين كل العائلات، بالتقاليد الرمضانية. شهر مبارك يعني على الجميع، وشهر إن شاء الله يعم الخير والبركة على الجميع، ودائما المحبة بين الناس، وشهر إنه بلم الأسرة كلها على الصفرة، يعني شهر إن شاء الله هيك يكون مبارك. هو الصيام بتبع أمور كمان الزكاة، أمور
نحس بوجع الفقير. الله يعيد علينا وعليكم يا رب، تكون هالبلد ألف خير يا رب العالمين. يا الله يا رب العالمين يا رب. بيبقى هيك طقوسة خاصة، تحضيرك للمغرب بيبقى غير، النهار كله عم تحضري لهالوقت غير، بيبقى يعني شهر عبادة، شهر فضيل. والله يعيده علينا وعليكم يا رب الخير. أستاذ صديق، نحن بنعرف كمان أنه من مهام مجلس المدينة، هلأ نحن قلنا ما رح نحكي شغل، بس نحن في بعد نقول إبداعي لحضور مجلس المدينة، بأنه هو بيحب دائما يكون مدينته جميلة، مدينته ترفل هيك بالفن بالإبداع. فأنتوا بتهتموا كتير بالمواهب وبالأمسيات الموسيقية، بترعوا كتير هيك نشاطات. فنحن هلأ بزاوية شباب رح نستضيف صبية صوتها حلو معنا بالاستوديو بهي الزاوية، بيسعدنا تكون معنا يارا عبود. تفضلي يارا. أهلا يارا، كل عام وأنت بخير، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك، أنت بألف خير. سمعتي حديثنا يارا، كنا عم نحكي أستاذ صدي وأنا عن هذا الشهر الفضيل بطقوسه بجمالياته، أنت هيك كشابة كيف عم تبدو تحسوا بتقاليد رمضان وحلاوته؟ هلا لا شك شهر رمضان أكيد هو شهر كتير حلو، نحن منصوم فيه، والحلو أكتر شيء فيه أنه نحن أنه يمكن أكتر وقت نجتمع فيه مع عائلتنا، يعني وقت الإفطار. لذلك شبابنا اليوم عم أكيد بدهم يعيشوا هاي التقاليد، وهي ثقافة مجتمعاتنا طبعا. كنا عم نحكي أستاذ أنه أنتوا كعمدة مدينة، كمجلس مدينة، يعني دائما بتحتضنوا البعد الجمالي اللي هو الفن، الموسيقى، المواهب. بنحكي شوي عن هذا الجانب طبعاً. أستاذ هلا نحن في كتير يعني نرى أحيانا مثلا في جمعيات أو في معاهد يعني بتقوم بنشاطات موسيقية، وفي عنا معاهد مرتبة هون يعني قامت بنشاطات
قويه كثير فنيه كورال يعني مثلا نقول كورال اللاذقيه في الشبيبه في الكشفيين في بيت الكشاف والشبيبه والكورال في البيت العربي للموسيقى كمان. انا كثير من الناس اللي بحسه متقدم عنده كورال على مستوى صحيح. فعلا هسه لو تتامل له يمكن امكانيات اكبر بيصير عنده استحضار اكبر. يعني الحقيقه عم بسال هذا السؤال لان دائما مثلا بيلتقى كورال باسم المدينه تماما. يعني لما واحد بيروح على بلد المسرح مصر هو مسرح مثلا بوشوي كورال موسكو مزمو. كورال فرنسا صحيح. باريس يعني فالمدينه ضروري يكون لها هي تمام. السمات اللي هي جزء من تمام. عمل من عملها طبعا. نحن حتى من ضمن عمل مجلس المدينه رعايه المجتمع الآلي ودعم الموسيقى دعم الشباب دعم التأهيل وتدريب يعني في كتير أمور في ناس ما بيعرفوا يعني الأمور المناطة بمجلس مدينة ودعم بمشاريع إنتاجية مشاريع نظافة مشاريع بيئة زراعة موسيقى يعني نحن حتى صارت عدة نشاطات كبيرة مع جهات كتيرة وحتى عندنا مركز نحن اللي جنب البلدية حديقة العروبة مركز العروبة للأنشطة صح. الثقافية والترفيهية حتى سميناها نحن مركز ثقافي ترفيهي صحيح. موسيقي فكانت فيها مدرج مكشوف وفيها مسرح مكشوف وفيها كتير أعمال فيها كمان جازة اللي صارت أنشطة ثقافية وموسيقى وهي فعلا من أعمال ومهام مجلس ونحن جاهزين لندعم أي شيء نعم. بيعطي يعني بيستعيد الموسيقى الكورال الفن الاصاله القيم ما الامور الهابطه يعني كنا عندنا مهرجان الزهور ودائما يعني مجلس نعم. المدينه هو بيراعي النشاطات اللي بيصير بالبطرني دائما مهرجانات ان شاء الله بترجع ايام زهور بلدنا المكلله بالنصر. نحن في عندنا فقره استاذ صديق اسمها بطاقه معايده او مسامحه او مصالحه ما بعرف اذا حضرتك بذهنك حدا بتحب نعمل اتصال لك زمان ما شفته بدك حابب تعايده اليوم عبر برنامجنا لحتى بنعطي رقمه للزملاء وبنطلع بفقرة وبنحكي معه. هلا هو كتير زعلانين كتير على مننا أكيد لأنه هلا حكيتي هلا البرنامج يعني حتى مع الأسف يعني بجوز أقرباء أصدقاء جيران بالحقيقة ظروفنا يعني كتير بعدتنا شوي عن صحيح. ونحن ما من عادتنا إلا التواصل يعني نحن من الناس أنا اللي بحبوا دائما العلاقات اللي يودوا خاصة الناس القديمين الكبار اللي بتحسسوا من عدم يعني السؤال عنه كأنه شي حدا رفيق صار لك زمان ما حكي معه يعني هلأ يعني تذكرتينا في يمكن الأستاذ قيس محجازي أبو ماهر معروف الأستاذ قيس أنا فعلا لأنه هو شخصية كتير أنا بحبه شخصية وطنية سورية لادقانية أصيلة مثقف إنسان نظيف وبنفس الوقت أنا بحسه رجل كمان مهتم بالتصوير وبالتراث وبالبلد. طيب ضربة يعني موسيقى أساتذة بس لنا حتى نأخذ الرقم أنا عندي الرقم الأستاذ قيس نحن أكيد بنعتز بالأستاذ قيس محجازي بس نسمع شوية موسيقى لحتى بس الزملاء يتصلوا معه والأستاذ قيس كتير عنده اهتمامات بالتراث وحتى له صفحة حاليا على الفيسبوك التراث الساحلي وهو من مقتنياته أهم صور اللاذقية القديمة طبعًا يعني طبعًا هو من أندر الصور عنده صور هو عنده هواية بالتصوير حتى طريقة تصويره مميزة يعني. نعم إذا جاهز الاتصال زملاء نحن موجود صار معكم الأستاذ قيس طيب تحياتنا أستاذ قيس رمضان كريم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير أهلين أستاذ قيس كريم إن شاء الله رمضان كريم عليكم جميعا وأنتم بخير أهلين وسهلين نعم. أهلا جاهز الاتصال زملاء ما عم نسمع نحن أستاذ قيس كل عام وأنت بخير رمضان كريم وأنتم ألف خير شكرا كثير أهلا يسلمك يا رب أهلا وسهلا نحن وعليك إن شاء الله يا رب نحن ببرنامج مساءات رمضانية المساءات اللي بتجمعنا على المحبة معنا الأستاذ صديق مطرجي قلنا لهم في حدا صار لك زمان ما حكيت معه فحابب يعايدك تفضلوا وأكيد حضرتك يعني اسم وجه من وجوه اللاذقية المعروفة المهتمة كتير بالتراث تفضلوا تسلم وشكرا كتير كتير أستاذ قيس رمضان كريم عليك وعلى أسرتك وعلى الجميع أهلين أستاذ صديق كيف أحوالك أبو ماهر إن شاء الله إن شاء الله صحتك والعائلة أنا أولا حبيت عايدك ورمضان عليك لأنه أول شيء مقصر معك لأنه بتعرف معزتك الكبيرة
ومعزه الوالد الله يرحمه، مع والدي كمان الله يرحمه، تعيش تعيش. وتواصلنا وعلاقتنا ويعني تعيش يعني حبينا بهالرمضان هذا نوع من المحبه والتواصل والرحمه، انه يكون في هالاتصال، لانه نحن بنعرف قديش حضرتك مهتم باللاذقيه، بتراثها، بصورها القديمه، بصفتك ناشط على النشاط الكبير بالنسبه للاذقيه ومحبتها عندك، وانت كوجه وكاخ كبير وكنت في مواقع كثيره. حبيت انا والله يعني المدام حبيت فاجئتني بهالسؤال ونعايد على بعض، وبشكرها انه يعني كان هذا الموضوع انه اتصل مع حضرتك ونسمع منك هيك حتى اخبار البلد واخبار المدينه والكل. تفضل استاذ قيس. تفضل استاذ. اهلين اهلين فيكم، شكرا لكم كثير كثير كثير، شكرا ابو خالد استاذ صديق. تسلم ابو خالد. انا والله ليك انا ما بعتب، عازرك انت رجل مسؤول كبير صاير عمده البلد ما شاء الله عليك، الله يحفظك، واهتماماتك كبيره كثير كثير وجهودك مشكوره والله الحقيقه. تسلم. وصارت يعني نعرف كده انه اعضائك صارت مضاعفه كثير كثير مع تزايد يعني عدد الوافدين من الضيوف من شتى المحافظات، وانا بصراحه وجهت لكم على صفحتي، صفحه نعم. اسمها صفحتي جد اللاذقاني، عم نتابعها. نعم. مزبوط جد اللاذقاني استاذ قيس، كثير كثير لطيفه، صديق كلهم الوالده تقريبا. تسلم. انا نعم. بفخر فيها وفيكم والله جميع. اهلا وسهلا فيك استاذ قيس، بس بدك توعدنا بلقاء، ونحن اكثر من مره اتصلنا مع حضرتك، ما بعرف حضرتك ما كثير بتحب الكاميرات، بس بدك توعدنا، لان استاذ قيس حضرتك مخزون كتاب من التراث وتاريخ اللاذقية. يا رب، بس والله دي صاير وضعي الصحي ما كثير بيساعد. سلامتك يا رب، سلامتك، الله يسلمكم، هذا السبب والله. شكرا شكرا جزيلا للمعايدة، بفخر فيك كثير كثير والله. شكرا. اذا عندكم وقت احكي زياده تفضل، بقدر احكيها معلش لو سمحتوا. تسلم، هي هيك الحقيقه بطاقه معايده، وان شاء الله نحن بنزورك. عندي كثير شوية اذا انت ما بتقدر تجي نحن بنروح. إذا عندكم وقت ما أحكم لكم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. أنا بس عندي وصية إنه تهتموا بالتراث اللاذقاني كثير، وعندي مقترح لمدينة تراثية، يعني إذا أستاذ صديقك عنده استراتيجية هيك، خطة استراتيجية للمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. يعني يا ريت هيك على مدينة تراثية مثل باقي الدول هيك عاملة هيك مدن تراثية، ما بتدخل السيارات. ان شاء الله ان شاء الله ابو ماهر، ان شاء الله بنقعد هيك قاعده وبنشوف الموضوع ونحن بنحترم كثير رايك وافكارك وجهودك، يعني انا بقدر جهودكم والله دائما ولكم والتلفزيون العربي السوري. شكرا جزيلا استاذ قيس، تحياتي وكل عام وانتم بخير. نعم. يا رب، شكرا لتواصلك معنا، وان شاء الله رمضان كريم وبينعاد عليك، وشكرا كثير، وشكرا لاختيارك للاستاذ قيس يا اصيل. تسلمي. شكرا كثير، ان شاء الله نحن ويعني نحن دائما انه فعلا دعوه انه نحن نعمل محميه للتراث في اللاذقيه واللي هي كثير غنيه، وان شاء الله نحن في بوادر، يعني مثل ما تفضلتي حكيتي عن موضوع المدينه القديمه، في عندنا مشاريع جنب اوغريت وسوق وقوس النصر ومنطقه الصليبه القديمه ومنطقه الفاروس، في عندنا خارطه لموضوع التراث واحياء المناطق الاثريه بس ان شاء الله هي بدها جهد ووقت وبدها ميزانيات كبيره، مثل ما قال استاذ قيس استراتيجيه، نحطها للخطه هيدي ونحط لها مفاصلها باذن الله، هذا ما منسي محطوط ب على كل إن هي وصيه كثير مهمه الحقيقه، ان شاء الله نحن بنكون من محبي اللاذقيه. تمام. فقرتنا الاخيره راح نشوف فيها يعني شيء من تقاليد المائده الرمضانيه بفقره اتيكيت، بنشوف الماده لزميلتنا لارا صالح، وراح نرجع نختم ونسمع كمان من يارا، نتابع. بتفضل كل سيدة منزل بشهر رمضان المبارك إنه ترتب مائدة الإفطار بالشكل اللي بيحبب الأسرة بالطعام وبيزيد من الترابط والدعم الأسري، وربة المنزل الزكية هي اللي بتجعل مائدة الإفطار الرمضانية مكافأة لأفراد أسرتها بعد نهاية يوم طويل من الصيام، وخاصة إذا كان عندها ضيوف على الإفطار. ورح نقدم لك أهم فنون الإتيكيت اللي لازم تتبعها كل سيدة بفطور رمضان. أولاً يفضل عدم إصدار أي ضجة أثناء الجلوس على المائدة، ولازم الجلوس على الكرسي من جهة اليسار، ومراعاة الشخص الجالس على اليمين حتى ما تاخدي اتجاه مضاد ويحدث ارتباك غير مرغوب فيه. وإذا كانت المائدة مزدحمة ففيك ترتبي الأطباق بشكل منتظم بطريقة سلسة وبدون فوضى،
ولازم يكون الجلوس بوضع مستقيم بدون تكلف. ومن آداب الطعام إنك تنقلي الطعام للفم لأنه ما بيصير الانحناء أثناء الطعام، وما تحطي المرفق على المائدة أثناء تناولك للطعام، ولازم يضل المرفق بجانب الجسم حتى ما يتضايق الشخص اللي جالس بالجوار. كما أنه لازم تنتظري حتى يكتمل الجميع على المائدة وتبدأ ربة المنزل بالأكل أولاً، بعدين للضيوف وأفراد الأسرة. ولازم تتلافي وضع الفوطة تحت الطبق أو ربطها حول العنق، إنما لازم تفرديها على ركبتك وبعدين ابدأي بتناول طعامك. وما بيجوز تشيري بأحد القطع الفضية من شوك أو سكاكين أثناء الحديث على المائدة. وأكيد لازم تكون الأحاديث بتهم جميع الحاضرين مع تجنب الأحاديث الجانبية أو الأحاديث المعلقة بالمرض والحوادث مما يسبب اشمئزاز الآخرين. وانتبهي من إصدار صوت مرتفع أثناء تقطيعك للطعام، ولازم تتبعي إتيكيت تناول الطعام على المائدة. فالسكين بتمسك بالإيد اليمنى والشوكة بالإيد اليسرى، وبتقطعي الطعام لقطع مناسبة وبتتناولي طعامك بالشوكة، وبتضل السكين بالطبق من أعلى بالعرض. وفي حال استعمالك للملاحات المكشوفة فيستعمل طرف السكين أو معلقة صغيرة لأخذ الملح منها، وما تستخدمي أصابعك أبداً. ولازم تكون القطع الفضية على الطبق مو على المفرش بعد الانتهاء من تناول الطعام. وباتباعك لهي الأفكار البسيطة بتقدري تحصلي على جلسة إفطار هادئة أو مريحة، وتعبري عن فنك وذوقك بالتعامل. وصلنا لدقائقنا الأخيرة أستاذ صديق. عندنا ثلاث وردات بيضة وحمراء وزهرية، لمين بتحب تهدي مثلا أول وردة؟ نقول البيضة مثلا. بهدية لزوجتي طبعا، وخالد من الجهة تحية وإلى رمضان، لأنه إلى جهد كبير معنا وعلى أطفالنا و بمسيرتنا الطويلة، لأنه تحملت كثير معنا يعني. نعم. هذا شيء. والوردة الثانية طبعا نحن وردة الوردة يعني هذه نهدي الوردة الزهرية طبعا لشعبنا ولوطننا، إن شاء الله يكون دائما وقائدنا وكل العاملين المخلصين الجادين في مسيرة بلدنا وجهودهم المخلصة بإذن الله تعالى. الوردة الحمراء. وردة الحمراء من هدية، نعتبرها رسالة. نرفعهم للوردات لأن عم شوفهم ما عم يبينوا هيك. نعتبرهم رسالة رحمة ومحبة إن شاء الله لكل الناس، إن شاء الله بتعود يعني بمحبة للوطن وبألفة وبهداية بمناسبة الشهر الكريم اللي هو شهر رمضان. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هو شهر كل القيم، شهر البركة والخير والتسامح والمحبة، شهر لقائنا دائما على الأمنيات الطيبة بأنه نكون دائما بأفضل حال، والقادم يكون أفضل، والنصر يكلل جبين بلدنا. شكرا جزيلا للأستاذ صديق مطرجي لحضورك اليوم لبرنامجنا اللي له بعد اجتماعي وفني، وحضرتك لبيت الدعوة. شكرا جزيلا. شكرا. لأن حديث القلوب كمان يعني نحن بحاجة لنكون بأحاديث، يعني غير الشغل طبعا، الشغل على رأسنا هو أولى أولوياتنا. صحيح. بس بحاجة كمان هيك نحكي ونبوحك بقلوبنا بالمحبة والمشاعر والأمنيات. شكرا لكم طبعا، وعلى يعني الفكرة الحلوة اللي فعلا نحن كنا كمان بحاجة لمحطات هيك يغير الواحد يتذكر. صح. حاله بهالزحمة انه هو كمان يعني عايش يوميات عادية. هيدي كمان كتير فكرة ولفتت نظر وحلوة جدا، ومنتشكرك جدا على الفكرة وهالنسائل. شكرا جزيلا. شكرا لكم. ونحن رح نختم معكم مشاهدينا ونقلكم رمضان كريم،
وإلى اللقاء بكرة بأمسية جديدة من أمسياتنا الرمضانية. رح نختم مع يارا وبتشكر أحمد الشيخ عمار بوريش الفنانين الموسيقيين اللي رافقونا. شكرا أستاذ صديق وشكرا يارا. وأنا رح أتفضل أستاذ نحن بس رح نسمع يارا وردي كمان. شكرا جزيلا لحضوركم معنا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.